مشاهدي أردي جورنال، اليوم نزلنا الشارع عند المواطن المغربي باش يعطينا النظر ديالو حول تعويل الدرهم بالنسبة للاقتصاد. تابعوا معنا هذا الروبورتاج. الإشارة اللي تخدمها الحكومة بما يخص تعويم الدرهم، القرار اللي لقى واحد مجموعة ديال الانتقادات من طرف المتتبعين الشأن المالي في المغرب بالصعوبة ديال القرار، لأنه بعض الدول اللي تخدمت هذا القرار عرفت بعض الصعوبات كمصر. هذا القرار كيساهم في رفع نسبة التضخم، وكيساعد كيجعل لنا العملة الوطنية أنها تقدر تحصل واحد التدني مقابل الدولار ومقابل الاورو. سمعنا بعض المعلومات، ما كانش واحد حمله اعلانيه بخصوص هذا القرار تعويم الدرهم، حيث سمعنا انه تعويم مالين. سمعنا ان غيكون في حدود 3 دراهم و2 دراهم، وعن غيكون في ظرف 7 سنوات. غير هو قرار تعويم الدرهم خصو ياخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الوطني، واش غيقدر ينافس، تكون عنده واحد التنافسيه دوليه، واش عندنا استيراد وتصدير قوي. هادشي هذا هو المشكل اللي كاين، حيت لابد تاخذ هذا القرار ديال تعويم الدرهم، خص يكون عندك واحد القوه كانك كتستورد كتصدر للدول الغربيه منتجات اللي تقدر تجيب بها العمله السابقه. هذا هو المهم. عندي شي فكره على التعويم بالكل، ما عندك حتى شي فكره يعني؟ ما عايشاش هاد العام. شنو علاش؟ تعويم الدرهم. عندك علي شي فكره ولا؟ لا ما عندي حتى شي فكره. ابدا؟ لا ابدا والو. حاجه اللي مهمه، وهو واش حنا القطاع البنكي في المغرب والقطاع المالي غيقدر يستاهل هذا الغطاء. ما بغيناش نطيحوا في العراقيل والصعوبات اللي طاحت فيها مصر مثلا. غيرتفع التضخم، غترتفع المنتوجات الغذائيه، غنولوا في واحد الصعوبه، ديالنا خص مجموعه ديال الاموال باش تقتني واحد الشقه مثلا، ولا واحد سياره. ما تبقاش العمله عندها ديك الدراهم، عندها ديك القيمه، ما يبقاش متحكم فيه مطرف بنك المغرب، فهمتيني. ثاني حاجه، واش الدوله قادره على انها تحمي المستهلك، واش قادره انها ترفع الاجور، لان الى هضرنا على التضخم غيبقى الاجر في المتدين حد الاجر هو 2500 درهم والمنتجات ارتفعت. واش يمكن للمواطن المغربي انه يقدر ياخذ بعين الاعتبار ان كاين واحد قدرة شرائية للمواطن المغربي، واش غيقدر يشري ويقتني منتوجات، واش الاجر ديالو غيساعدو انه يعيش حياة كريمة. تعويم الدرهم يعني ماشي قرار زعما في المحل ديالو هنا في المغرب، خصوصا في المغرب، حيت اصلا المعيشه غاليه على شحال من واحد، وغيزيدو يغليو بحال هكا، بحال الناس اللي ما فحالهمش غادي يوليو يعانيو اكثر من كي كيعانيو دابا، باش المعيشه غتولي غاليه اكثر من كي بزاف. هما علاش غنديروا تعويم الدرهم؟ واش غيعاودوا بالفائده على الاقتصاد المغربي، ولا الا كان غيعود بالسلبيه خصنا نحدوا منه، يكون تعويم الدرهم، ولكن يكون مراقبه من طرف بنك المغرب. الا 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 حسينا انا غنزلقوا لشي شي 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 اتجاهات اخرين، غيتدخل بنك المغرب وغادي يحد من 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 من, من هذا التعويم الدرهم كما كنسميوه حنايا. وشكرا. بحالكم سولتي، ما عرفتش شنو تعمل. ماشي عارف اللي بالكم سولتي دابا، والله ما عرفتش شنو. كون ما سولتيني دابا كاع ما عرفتش شنو.